No, استنى بس كده بس فايت تفتح. طيب بس we're waiting a moment بس ان ال ماشي ان الريكورد يبدأ. هو المفروض بدأ كده. طيب النهارده ال main point that we want to discuss together is very simply why do most people get bad marks in the reading section. وأنا شايف إنه السبب الأساسي للموضوع ده هي غلطة كبيرة جدا الناس بيعملوها، إنه generally speaking people treat the reading section the same way that they treat the math and writing of grammar sections يعني. دي أكبر كارثة الناس بتعملها. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ أنت قصدك تقول لي إيه؟ تعالوا أسألكوا سؤال، أنا لو عايز أجيب درجة حلوة في الماث هعمل إيه؟ حد عنده suggestions؟ يعني إيه رأيك يا خديجة مثلا؟ What would I do if I want to get a good mark in the math section؟ أنا عايز أجيب درجة حلوة في الماث. هذاكر lessons وبعد ال lessons دي هن practice، وال practice ده يا إما بيكون على ال lesson ده. يعني let's say أنا أخدت النهاردة functions، تمام؟ على فكرة fun fact عشان بس بحب أبراج يا جماعة، معلش يعني أنا جبت في الماث 710، just saying مش قصدي حاجة. المهم يعني إن إحنا بناخد lessons وبعدين بن practice عليها. يعني let's say أنا أخدت النهاردة في ال class functions مثلا في الماث، ف I'm gonna practice على functions وممكن practice exams. ومش ده يا جماعة نفس اللي احنا بنعمله في الرايتنج؟ يعني لو انا for example let's say ان انا خدت النهاردة مثلا combining sentences، مثلا combining sentences ك lesson، بنعمل practice بعدين عليه، وبعدين ممكن نعمل practice فيه على الرايتنج section كله على بعضه، صح يا جماعة؟ طيب ال approach دي يا شباب is really good when it comes للماث والانجلش. يعني بتنفع قوي في الماث وبتنفع جدا في ال writing section، تمام؟ however لو انت ذاكرت ال reading section بالطريقة دي يعني ربنا يكون في عونك. لا it doesn't work at all when it comes to it doesn't work at all when it comes to the reading section. ما ينفعش ابدا ابدا انك انت، ناس كتيرة جدا لما يجي يكلمني عن ال reading بيجي يقول لي ايه مستر هو في كتاب ممكن استخدمه عشان اذاكر ال lessons بتاعت ال reading؟ شباب الـ approach دي never works، لأن أنت reading lessons على بعض are 10 lessons، وكلهم أنت لو فتحت كتاب أريكا مثلا بتاع الـ reading أو أي كتاب بتوع الـ reading هتلاقيه بيقول لك general instructions، تعليمات عامة. ليه؟ لأن حضرتك يعني إحنا لو فتحنا دلوقتي مثلا reading test، لو إحنا فتحنا مثلا أي reading section، ماشي بلاش دلوقتي عشان الوقت، بس هتلاقي إنك أنت mainly بجيب لك passages وأقول لك اقرأ الـ passage دي وجاوب عليها أسئلة على اللي انت لسه قاريه. فمفيش lessons يعني هتنقذك فيه. انت اللي ممكن يساعدك فيه انك بس اقول لك والله السؤال ده بنحب نستخدم التكنيك ده to answer it. لكن ال reading section لو انت if you tackled it زي ما بتاكل ال grammar اللي هو writing section او زي ما بتاكل ال math، لا انت هتروح في داهية فعلا، تمام؟ طيب امال ايه الحل اللي انا اعمله لو انا عايز اعمل ال reading section كويس؟ if I wanna get a good mark for reading section، حد عنده فكرة؟ Does anyone give their opinion؟ مفيش أي حد خالص؟ يا لهوي. أمال لو كان العدد قليل، يعني معايا ناس كتير دلوقتي المفروض ناس كتير حابة تشارك الأوبينيون بتاعتها. أحل كتير. طيب حلو أوي. ثانية واحدة معلش. حلو جدا، زي فعلا ما عمر قال ممكن solution number one هو solving، بس انت لازم الريدنج تشتغل عليه في كذا حاجة. اولا
يعني بوينت مهمة عمر لسه قايلها دلوقتي، احنا الماث والرايتنج اللي بنسميهم حاجة lesson first approach. يعني ايه؟ يعني انا في دول احب الاول انك تاخد اللسنز وبعدين تبدأ تحل، تمام؟ طيب الريدنج is different في حاجتين. اولا الريدنج كلسنز ما فيهوش lessons قوي to be honest، يعني هو it ممكن نقول انه it contains more strategies. أو methods، طرق مختلفة عشان تعمل إيه؟ To read the passage، و to solve the questions. تمام؟ هو في طرق بتقرأ بيها ال passage، وطرق بتسولف بيها ال questions. تمام؟ ده ال reading section in short. لكن انت لو قلت لي انا عايز اذاكر الريدنج، للاسف يا شباب الريدنج هو زي ما اتفقنا مش lesson first، يعني مش زي الحاجات اللي احنا قلنا ان هما lesson first. لا الريدنج زي ما عمر قال فعلا هو practice first approach. يعني انت الريدنج انت بتعمل ايه؟ الريدنج حرفيا عامل زي ما بتسوق عجلة. هو انا لو عايز اعلمك ازاي تسوق بايسيكل هقعد اقول لك بص يا باشا انت هتحط رجلك على الرايت بادل البداله اليمين، بعدين تحط رجلك على الليفت بادل، بعدين تحرك دي قدام وترجع دي ورا. لا طبعا انا يعني بحط رجلك على العجله وامشي معاك واحده واحده وتشوف بعمل ازاي بنسوق عجله، وبعدين تقعد مره في اتنين في تلاته لحد ما الحمد لله خلاص you get the hang of it، لحد ما خلاص الحمد لله تعرف انت المفروض تعمل ايه. فاهمين الفكره؟ فالريدنج كده، انت الريدنج لما تيجي تذاكره مش هتمسك لسن وتحفظ، طيب المفروض انا هعمل كذا، لا. الريدنج انت بتمسك باسج وتحل. وانت ماشي في الباسج هتابلاي الاستراتيجيز اللي انت اتعلمتها. تمام؟ طيب ده يخلينا نمشي في زي ما اتفقنا الاول حاجه لازم تعرفها في الريدنج ان هو بيعتمد على استراتيجيز وميثودز. تاني حاجه انه براكتس فيرست، يعني انا لو عايز اتمرن على الريدنج مش هقعد احاول اذاكر lessons، لا انا هبدا اريد passages واطبق اللي اتعلمته على passages. تمام؟ طيب تالت حاجه انا عايزك تعرفها ودي very very important، واحنا بنحل writing section مع بعض يا شباب كنا قلنا ازاي بتذاكر ال writing sections، يعني بعد ما حلينا مع بعض ال passages، بعد قصدي ما اخذنا lessons مع بعض and we started solving passages، what is the most important step اللي انا قلت لك تعملها؟ انك to take notes، صح؟ تقعد تتيك نوتس على كل question وتعتمد قوي على حاجة اللي بنسميها question analysis. كلمة analysis يعني تحليل اللي ما يعرفش. ف question analysis يعني ايه يا لوجين مثلا question analysis؟ ان انا اقعد امسك سؤال سؤال يا ادهم، سؤال سؤال يا عبد الرحمن، سؤال سؤال يا احمد يا ايسو يا دميانة، اقعد اسال سؤال امسك سؤال سؤال واقعد احلله، صح؟ analyze انا دي ليه حليت دي كده وليه حليت دي كده. في الريدنج سكشن مش عايزك تعمل كده قوي، مش عايزك تقف على الكويستشن قوي. حد يعرف ليه؟ حد يقدر يجس ليه؟ الريدنج سكشن يا جماعه مش هو معتمد جدا جدا الاسئله مش معتمد على التوبيك، صح؟ مش هي بتعتمد على التوبيك اللي انا جبته؟ يعني افرض انا جايب لك لو انا مثلا قولي لي كده يا إيمان، يعني افتحي المايك معايا كايندلي وقولي لي، لو أنا جبت لك يا إيمان سؤال باسج بيسأل مثلا على زي باسج اللي جالي قبل كده حكيت لكم عليه تقريبا، أنا مش ناسيه، يعني جالي في سنة 2012 ولسه فاكر لحد دلوقتي. رجل الديناصور بتتحرك إزاي؟ إيه احتمالية سيم باسج ده تاني؟ يعني يعني مكان 2% يا ريت 2%، أنا ممكن أحلف إنها زيرو، فاهمين الفكرة؟ صعب قوي انه يكرر لي نفس التوبيك. فانت هتستفاد ايه لو انا قعدت في الامتحان اشرح لك بص بقى السؤال ده احنا قلنا الديناصور يعني حرك رجله باي ذس واي عشان هو قال لك في اللاينز دي انه ات موفز اتس ليجز ان ذس واي. لا ما تقعدش تعمل كويستشن اناليسيس في الريدنج، ما تقعدش تعمل كويستشن اناليسيس في الريدنج. ففي الريدنج دونت ديبند، دي حاجه مهمه قوي الغلطه الثالثه وعايزك تعرفها، دونت ديبند on question analysis. يعني انت مش مهتم قوي
بفكرة الـ question analysis، وإن أنا أقعد أحلل السؤال نفسه. طيب هل ده معناه يا مستر معلش إن أنا I'm gonna solve questions randomly كده من غير ما أهتم بحاجة؟ لأ، أنت مهتم على حاجة واحدة بس، وهي focus on which question types you get wrong أو you usually get wrong. يا يوسف ريكورد عادي مفيش مشكلة. تمام؟ فأنت مهمتك في الـ reading مش إنك تقعد تحل questions وخلاص randomly. أنت مهم ولا إنك تقعد تانالايز بقى كل سؤال بالظبط. لا، أنت المهم بالنسبة لي أنا إنك تعرف لي أنت بتغلط في أنهي question type. يعني لو أنا مثلا عشان تبقوا فاهمين الكلام ده، افرض أنا جايب لك passage بسألك إيه الـ main idea of the fourth paragraph. انا مش مهتم قوي، يعني لو انت غلطت في السؤال ده مش عايزك تهتم قوي بالشرح بتاعي فيه، اللي هو والله انت المين ايديا هنا عن مثلا موضوع الصوابع بتاعت رجل الديناصور، عشان والله هو قال لك هنا ان البيج تو مش عارف عامل ازاي والسمول تو مختلف عنه. مش مهتم انا بالديتيلز بتاعت الباسج نفسه، بالديتيلز المكتوبه في الباسج نفسه. امال انا مهتم بايه يا يوسف؟ ايه رايك؟ انا مهتم انك غلطت لي في سؤال مين ايديا، فانت عايزك تكتب عندك انا لازم احل اسئله مين ايديا اكتر. فاهمين الفكره؟ فلما نحل مع بعض reading اللي انت لازم تهتم بيه قوي which question type do you usually get wrong. الموضوع ده مهم جدا. انهي question type اللي بغلط فيه كتير، انهي question type اللي اخد نتكلم عنه in details. ما تلاقيش ده مهم جدا طبعا، لازم نتكلم عنه details كتير. فاللي انت مهم بالنسبه لك هو حتة الـ question analysis، تقعد تانالايز انت بس ايه الأسئلة اللي بتغلط فيها عشان تعرف تتارجت ده. طيب فهنقول كده مع بعض كذا حاجة في الـ reading. أول حاجة strategies and methods. انت في الـ reading مش عايز دروس، انت بس بتفكر ايه أحسن طريقة أقرأ بيها passage مثلا، ايه أحسن طريقة أبدأ في الامتحان، أبدأ بأنهي أسئلة. انت بتفكر في strategies هتعمل ايه في الامتحان. بعدين don't depend on question sorry practice first approach، دي مهمة. يعني أنا طريقتي في الريدنج تعتمد أكتر، أنت طريقتك المفروض تعتمد أكتر على إنك تقرا وتحل، تقرا وتحل، تقرا وتحل، مش إنك تقعد تحاول تحفظ دروس. ده مش موجود في الريدنج، هيساعدك في الماث والرايتنج، صعب جدا يساعدك في الريدنج. تالت حاجة don't depend on question analysis، يعني أنا مش مهتم إنك تقعد تفصص لي السؤال ده تجاوب إزاي، أنا مهتم تعرف لي on which question type you usually get wrong، أنهي نوع من أنواع الأسئلة أنت بتغلط فيه and therefore لازم تركز عليه. فاهمين الفكرة؟ ده مهم بالنسبة لي، مش مهتم بالquestion قد إنك تعرف الquestion type. لحد دلوقتي any questions؟ هانا، جودي، خديجة، لوجين، مازن، عمر، عمر التاني، عمر التالت، زياد، محمد، رانيا، رقية، جماعة أي questions؟ كله كويس؟ sure. ممكن يا مستر تعيد الحتة دي تاني؟ which part؟ الحتة آخر حتة دي. اللي هي don't depend on question analysis. آه حلو، تعالى اقول لك. بص يعني انا دلوقتي لو انا مثلا بحل سيكشن عادي رايتنج زي اللي بنحلهم اللي هو جرامر، يعني زي اللي بنحلهم، هتقعد تهتم قوي بتفاصيل السؤال صح لو انت غلطت فيه. يعني مثلا ان انا هنا لا ده انا هنا في preposition فما اخترتش الفيرب ده مثلا، صح يا يوسف؟ معايا؟ تمام في الريدنج مش عايزك تقعد معاك تهتم بالتفاصيل قوي بتاعت لو غلطت في السؤال، مش عايزك تهتم قوي بالتفاصيل اللي جوه الباسج نفسه. يعني ايه؟ مش عايزك تقعد تهتم قوي هو ايه الميننج اللي كان عايز يوصله لي هنا. It's not as important. بص هي حاجه نظري شويه فهنفهمها اكتر واحنا بنحل. تمام؟ طيب تمام فدي يا جماعه general points كده، يعني انا عايز بس نعرفها كpoints مبدئيه ناخد بالنا منها قبل بس ما نبدأ إيه؟ قبل ما نبدأ نشتغل يعني على الريدنج مع بعض. طيب هنا بقى سؤال مهم، يعني إحنا كده شرحنا general points عايزك تعرف. طيب أنا إزاي هشتغل أصلاً في الريدنج؟ أنا لو عايز أجيب سكور كويس في الريدنج، بوينت أخيرة معلش عايزين نقولها برضو، بوينت معلش أخيرة، يعني إحنا اللي بنشرحه دلوقتي misconceptions أو points you must understand من الآخر. points that you must understand.
فاحنا قلنا 3. طيب قبل بس ما نشرح احنا هنعمل ايه بقى بجد في الريدنج، في بوينت رابعه انا عايزك يعني بوينت هتبقى كونتروفيرشل ومثيره للجدل شويه، بس انا عايزك تمشي معايا. لما بنشوف ناس بتحل ريدنج يوجوالي بيعملوا ايه؟ الريدنج انت بيبقى عندك في الاي اس تي انت لازم في 13 minutes تحل باسج كامل، وباسج بيبقى طويل. اغلب الناس بيبقى داخل ايه الجول بتاعه يا ادهم؟ انا اي وونت تو سولف ال 10 questions، هو كل باسج عليه 10 اسئله، فبيبقى هدفه وهو داخل الامتحان انا عايز احل ال 10 اسئله كلهم، انا مش عايز اغلط في ولا سؤال. فالمشكله انه بيحاول يدفس 10 اسئله من الاخر in 13 minutes مع قرايه باسج. فقولي لي رايك يا ايسل، do you think انه whoever does this usually gets a good mark، ولا بيجيب غلطات كتيره لان هو not qualified enough yet ان هو يعرف يحل في التايم القليل ده؟ هينس نعم بقول هينس مش اي حاجه اكثر. بقول كده يا هينس انا عاجبني انك قلتها 3 times and I still can't hear anything. طب ممكن طيب بص، هو generally speaking يا جماعة they lose marks بالظبط كده، صح يا ايسر؟ يعني what generally happens يا جماعة انه الناس they lose marks بسبب ال approach دي، ان هو للأسف طبعا في ناس الحمد لله reading skills بتاعتها بتبقى كويسة من الأول، يعني دول ربنا يحفظهم يعني. لكن generally speaking لو عايزك لازم انت ال theme المين theme بتاعت ال reading دي هي حرفيا رحم الله امرؤ عارف قدر نفسك، فاهمين الفكرة؟ ما يبقاش انت الانجلش سكيلز بتاعتك ضعيفه والليفل بتاعك في الريدنج قليل وتقول انا هحل ال10 اسئله. اللي بيحصل انك انت يا عيني بتحاول تحل كل الكويستشن، عارف اللي هو حاول يجيب كل حاجه ويحل كل الاسئله، فاكشلي ما عرفش يجاوب ولا سؤال. يعني في احنا حاجه اكسبيرينس اكسبيرمنت كده عملناها مع ستودنتس، خليناهم الاول يحاولوا يحلوا ال10 كويستشنز في التايم الليمت القليل ده، فجابوا في ناس جابت 3 out of 10. نفس الستودنتس احنا قلنا له طيب انا عايزك تخش في الامتحان او مش في الريل اكزام طبعا في البراكتس يعني، وعايزك تخلي الجول بتاعك ان انا I want you to solve only 6 questions. اختار 6 اسئله بس من اللي انت حاسس من ال10، 6 اسئله انت حاسس ان افكارهم سهله وعارف تجاوبها وحلهم في ال 13 دقيقه. السكور بتاعهم جابوا 5 out of 10، يعني هم حلوا 6 بس ومن الستة غلطوا غلطة، جابوا 5 out of 10. طبعا يعني أنا مش أقصى طموحاتي أبدا إنك تحل 5 questions بس، يعني ده أنا أعيط لو ده أقصى من طموحاتك. أنا عايزك في الآخر توصل إنك تحل ال 10، بس لازم تتعلم الأول إنك أنت تعمل إيه؟ step by step. يعني أنت في الأول خالص هدفك مش إنك تسولف ال 10 questions، هدفك تحل a limited number of questions وتجيب أغلبهم صح. لو أنت دخلت وجبت لي لو حليت 6 أسئلة بس وجبت لي 5 out of 10 أحسن من اللي حل ال 10 أسئلة بس جاب 3 بس صح، فاهمين الفكرة؟ وده الـ expected، أنت اديت وقت أكتر. يعني أنت لو حليت 6 questions بس في 13 minutes أنت اديت وقت أكتر لكل سؤال، فالـ percentage أو نسبة إنك تجيبه correct to answer it correctly زادت، فاهمين الفكرة؟ يعني ده كل ما في الموضوع. الموضوع is very simple math يعني. ايوه يا عمر، do you have a question؟ عمر السكري مش باقي العمرات. ايوه تمام مستر، كذا هو وقت يعني. دلوقتي مثلا هو فعلا مثلا الامتحان بتاع الاي اس تي بتاع ترايد شهر 12 هيتسرب؟ اصل في انا لقيت صور اتسربت بالامتحان بكل حاجه من الساعه 8 الساعه 12 بالليل. math لا ماس وانجلش يعني I'm not sure to be honest، ما ركزتش في الموضوع، بس I will take a look at it and make sure يعني. بس موضوع ان يتسرب is not common، صعب يعني. برضه لو تقدر تبعت لي اللينك يا عمر I would be appreciated. تمام. be appreciated تمام. فدي يا جماعه بوينت مهمه قوي لازم نعرفها، اللي هو ايه من الاخر؟ امشي ستيب باي ستيب، ابدا بالسمول جولز، يعني ما تخليش هدفك من اول ما تبدا انك تحل ال 10 questions، ابدا بسمول جولز، بعدين
يعني اكبر 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 لحد ما تعرف تحل ال 10 questions اللي بيجوا لك في الباسج. تمام، بس امشي بالابروتش دي الله يكرمك، ما تستعجلش البروجرس. بدون مبالغه، عارفين الموضوع عامل زي مين؟ زي اللي مثلا دخل الجيم ومن اول يوم قال لك انا هشيل دامبلز اللي هي الاوزان، يعني كل دامبل 20 كيلو. هي حاجه جميله ان عندك الموتيفيشن والطموح ده، بس would that serve you ولا actually ممكن ت tear المسلز بتاعتك، يعني ممكن تبوظ المسلز بتاعتك، عضلاتك لو عملت كده انت ممكن تبوظها، فاهمين الفكره؟ فابدا ستيب باي ستيب، خلي الجول بتاعك الاول جول صغير، انا عايز احل عدد اسئله قليل، وزود زود 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 لحد ما توصل للنمبر اوف كويستشنز اللي احنا ايه ار لوكينج فور يعني. تمام، ده خليه التارجت بتاعك. لكن لو انت من اول يوم قلت انا هخش احل ال10 اسئله، صدقني ماشي، في ناس منكم يعني، في ناس بالاسم في قدامي انا عارف ان الليفل بتاعهم يجيب ان هم يحلوا 10 questions باي ذا واي، لكن في ناس تانية انا اقول يعني انصحه لا، ابدأ بعدد قليل وزود زود زود، فاهمين الفكرة؟ ده هيوصلك اكتر للايه، للي انت بتدور عليه. طيب يبقى دي ممكن general hints، نقولها تاني بسرعة. في strategy يعني، خلي انت لازم تاخد بالك reading بيعتمد على strategies، طرق تقرا بيها الباراجراف مثلا. practice first approach، يعني انا في الريدنج همي ان احل عدد اكبر من passage واقرا as much as possible، مش ان انا اقعد اتعلم كل سؤال بيتعمل ازاي وكده. don't depend on question analysis قوي، يعني ما تقعدش تضيع وقتك. في واحد بيقعد يضيع وقته فعلا انه يقعد بقى يفكر هو ليه الباسج ده جاوب الكويستشن. الكلام ده في الرايتنج انا بشجعك عليه لو فاكرين، عايزك تعمله في الرايتنج بس اوعى تعمله في الريدنج. تمام، الريدنج التوبكس مش بتتكرر يا جماعه، انت بتعمل الابروتش دي في حاجه زي الماث، في حاجه زي الانجليش اللي فيه توبكس وبتتكرر فبتعمل كده، انما الريدنج ما فيهوش الموضوع ده. انما تركز اكتر على which question types you get wrong، يعني لو انا مثلا نفسي بغلط في الايفيدنس، بغلط في المين ايديا، بغلط في الحاجات دي، اخد بالي من الموضوع ده. تمام، طيب رابع حاجه زي ما اتفقنا، انت ستيب باي ستيب ابروتش، ما تخليش التارجت بتاعك انك تحل ال 10 questions فتجيب عدد اسئله اكبر غلط، تجيب 3 out of 10 بس، لا حل a smaller number of questions وابدا زوده ستيب باي ستيب لحد ما توصل انك تحل ال 10 questions. تمام، طبعا خلي بالك من حاجه بقى مهمه قوي قوي قوي، اي هنتس اي تيبس انا هقولها لك النهارده بليز تاخد بالك في الحسبان، reading is a long term goal او is a long term plan. reading is a long term plan، يعني محدش يفكر ان انا هبدا بالريدنج النهارده وعلى ترايل شهر واحد هبقى تنين في الريدنج، صعب صعب جدا، مش صعب بس محدش يفكر ان انا هبدا ريدنج النهارده وعلى شهر، ممكن تبدا من شهر 3 تكسبكت جيت جود ماركس فيه، بس ده لونج تيرم. يعني انت عامه بتبص للامتحان عندك حاجات شورت تيرم وحاجات لونج تيرم. الحاجه الشورت تيرم هما الماث والرايتنج، يعني وانت كده بتحاول تجيب سكور افتكر دايما حاجه، ان انت عندك الماث بلس الرايتنج سيكشنز، دول اللي هما بالنسبة لنا short term goals، يعني دول اللي بيعلوا السكور بتاعي بسرعة من غير فوكس كتير. الريدنج هو long term، حاجة long term، حاجة لازم تديها وقتها، لازم تسيبها تستوي زي ما بيقول. طيب مستر عن إذنك بقى، أنا عندي سؤال مهم، يعني إيه إن أنا أسيب الريدنج كحاجة long term؟ يعني إيه؟ طب معلش، هو أنا يعني في طالب هيسأل سؤال حلو قوي، طب مستر معلش يعني انت بتقولي حاجه نتيجتها مش هتبان قبل من 3 لـ5 شهور، ابدا فيها ليه؟ عشان يا باشا الريدنج انت لو بتجاوبه كويس بدون مبالغه، انت لو كنت جايب لي قبل كده 500 وجاوبت الريدنج كويس هتوصل لحد انك تجيب 750 لو عايز على فكره الانجلش، يعني ما تستهنش بوزن الريدنج. انت الرايتنج عندك في الاكزام 44 questions بس، while الريدنج ده بالنسبه للاي اس تي الرايتنج عندك 44 questions، الريدنج انت عندك 52. فانت اغلب الناس واغلب التيتشرز برضو للاسف بيعمل الكارثه دي، يفوكس كل يشفت كل الفوكس على الرايتنج وينسى خالص الريدنج. يا جماعه الريدنج عليه اسئله اكتر من الرايتنج اصلا، فانك تجاوبه كويس ده مهم وهيفرق في السكور بتاعك بشكل مرعب، بس اديه وقت وما تستعجلش البروجرس فيه. تمام، ما تستعجلش البروجرس فيه،
وهنا بقى يمكن لازم نسأل سؤال مهم، يعني بعد ما قعدنا نقول general hints وكلام من ده، ايه بقى what do you need to do؟ يعني what should we do عشان نزود السكور بتاع الريدنج؟ طيب انت الريدنج هتعمل فيه ستيبس كتيرة بس صغيرة، تاني هتعمل ستيبس كتيرة بس ميزتها انه حجمها صغير مش هتاخد منك وقت كتير. فانت لازم تقسم شغلك للآتي، أولا general reading. من الاسم كده يا خديجة، أنا لو قلت general reading يبقى أنا بتكلم على حاجة specific أوي للإكزام ولا كلام general هاخد راحتي فيه؟ كلام جنرال كلام general ناخد راحتنا فيه، وده في الإكزام هنخليه controlled، إن إحنا هنخليه كله من source واحد وهو read works which is to be honest the perfect reading the perfect source عشان تزود score reading بتاعك. محدش يا جماعة يستهون بريد وركس الله يكرمكم، هشرح يعني كنت شرحته لناس منكم قبل كده بس هشرحه تاني دلوقتي بسرعة. محدش يستهين بريد وركس، بريد وركس از بيرفكت عشان تزود مستوى القراية بتاعك، تمام؟ طيب جنب الجنرال ريدنج وريد وركس لازم طبعا هتريد، تمام، ريدنج previous exam passages. يعني هتعمل ايه حضرتك؟ انا هبعت لك مثلا السورسز اللي هنشتغل منها من الريدنج، عايزك عن اذنك تفتح سورس واقراه، بس اقرا الامتحان، اقرا الباسج ده، مش لازم تفهمه كله والله، ممكن تفهم جزء بس منه بس مش مشكلة عادي، افتح بس سورس وافهمه، فاهمني؟ ابدا افهم منه. فريدنج previous exam passage، الموضوع ده مهم يا جماعة بشكل مش طبيعي، تمام؟ طب لازم احلها؟ مش لازم، بس والله انت ما عندكش فكره لو حليت، لو قريت لي قرايه بس باسج واحد كل يوم هتبقى فين؟ ما عندكش اي فكره. طيب طبعا تالت ستيب دي هنقسمها حاجتين، هي ايه تالت ستيب عامه؟ solve previous exams. طيب هحل عمياني، يعني هفتح امتحانات راندم واحل. To be honest لو حد الليفل بتاعه في الانجليش كويس، يعني في كذا اسم من هنا، مش عايز طبعا مش هقول نيمز بس هم عارفين نفسهم، عارفين الانجليش سكيلز بتاعتهم كويسه جدا، فيقدر ان هو يحل اكزامز راندوم مش مشكله. لكن انا رايي انت حل اكزامز باي ليفل. يعني ايه باي ليفل؟ يعني باسج سهله بعدين اصعب بعدين اصعب. طب هل فيها مستر سورس مقسم الموضوع؟ اه، احنا هنبدا في الريدنج بكان اكاديمي، عشان خان اكاديمي في الريدنج عامل التقسيمه دي، هفتحه دلوقتي قدامكم وجايب لك باسج ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4، فتحل اكزامز باي ليفل. وطبعا انت بتحل اكزامز هتعمل ايه؟ هتراي ذا ديفرنت ريدنج ستراتيجيز. هقول لكم كده على 3 ابروتشز ممكن نستخدمهم، 3 طرق مختلفه تقرا بيها الاسئله في الامتحان، تقرا بيها قصدي الباسج في الامتحان. في ناس ما بينفعش معاها غير انها تقرا الباسج كله، في ناس ينفع معايا يقرا الفيرست واللاست باراجراف والانترودكشن بتاعت كل باراجراف. يعني هنشرح several different methods ممكن تستخدمها عشان الريدنج. طيب وغير انك تتراي different reading strategies، reading strategies دي طبعا تعالوا نقسمها كده حاجتين، اولا how to read the passage اصلا، ده اللي احنا لسه شارحينه، انك انت ممكن في ناس تقرا الباسج كله، ناس تقرا البدايه والنهايه كده يعني. و order of the questions، يعني وانت في الامتحان انهي questions اللي هتبدا بيها. في ناس بتحب تحل بالترتيب عادي خالص، هنقول لكم بعدين بقى ان في ناس لا تبدا بالspecific questions وبعدها الgeneral questions، في ناس تبدا بالاسئله بيقول لك ترجع للاين معين بعدين اسئله المين ايديا. فال order of the questions ده برضو هندسكس ات ان ديتيلز. يعني دي يا جماعه الاستراتيجيز، شفت لما كنت بقول لك هنا في البيج دي استراتيجيز اند ميثودز اللي هي هاو تو ريد ذا باسج وهاو تو سولف ذا كويستشنز، هي الحته دي try the different strategies while solving the previous exams. طيب حاجه مهمه قوي 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 هتفيدني قوي في الريدنج، هتفيدني قوي في الرايتنج، الامتحان بتاع امبارح بتاع الاي اس تي او اول امبارح الحمد لله ما كانش صعب، كان سهل نسبيا يعني،
بس الناس طلعت قالت ان جه فيه فوكاب كتير، وده الترند بقى لهم 3 اكزامز، ان هو بيجيب لك فوكابلري كتير سواء في الرايتنج سيكشن او في الريدنج سيكشن، فلازم ان انا ازود الفوكابلري بتاعي، لازم الفوكابلري بتاعي يزيد، ده ما فيهوش اي نقاش. تمام. طيب ممكن يا جماعة ناخد بس سكرين شوت عشان احنا الحصة بتاعت النهاردة we're gonna discuss these four parts. يبقى تاني هنعمل ايه؟ لازم عندنا general reading، لازم نقرا ال previous exam passages، لازم نحل previous exams هنحلها by level، وانت شغال في الحل تجرب ال different reading strategies، بتجربهم لحد ما strategy تنفع معاك وتقعد عليه، تمام؟ تثبت عليه، وطبعا هنزود الفوكاب والفوكابلري بانك. هندسكاس ات ان ديتيلز يا دميان. انا هقول دلوقتي كل حاجه من دي هشرحها بالتفصيل، يعني احنا قلنا كده كلام جنرال، نبدا بقى نتكلم بيه في التفصيل. حصه النهارده يا جماعه هتبقى التيبس دي مش هنقعد نحل فيها، تمام؟ هنقعد بس نتكلم كل حاجه دي هنعملها ازاي. لو انت ركزت معايا في كل حاجه هنعملها ازاي والله هتريح نفسك جدا، تمام؟ فتعالوا نبدا باول حاجه اللي هو ريد ووردز. طبعا زي ما انتم فاكرين في ناس، ممكن الناس اللي في جروب 6، جروب 7 ما عملناش الموضوع ده غير مرتين بس فمش هيبقوا عارفينه، لكن ان احنا كنا بنقول لكم كل مره انكم تجيبوا لي 3 articles جبتوها من النت، صح يا شباب؟ طيب ايه الديفرنس اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ ان عايزك ال 3 articles او الثلاث articles هتجيبهم من موقع ReadWorks، تمام؟ هتعمل لي اكونت على الويب سايت ده اللي هو ReadWorks. بص ده يا باشا بيعمل ايه؟ ده بيبقى جايب لك، هو اصلا ويب سايت بتاع ريدنج باسج، بس هو شغلانته في الدنيا انه يجيب لك ريدنج باسج. طيب الريدنج باسج دي هتلاقي ان هي ديفايدد من اول كي جي، كي ده اللي هو كيندر جارتن، كي جي يعني لحد جريد 12 11 12. طيب قول لي كده يا عمر رايك في الامتحان، عمر تامر رايك في الامتحان، هو هيجيب لك انهي ليفل من دول 1 2 3 4 5 6؟ هيجيب ايه؟ 9 ل 10 عجبني الطيبة اللي عندك، هيجيب 11 to 12، تمام؟ لكن طيب في لو يا ريت يخلي عنده رحمة، طب ليه 11 to 12؟ هو يجيب 11 to 12 يا جماعة. لما يجيب لي passage 11 to 12، تعالوا كده نتكلم. طبعا الكلاسيفيكيشن ده American system، يعني هو عامل نفسه، ده بيقول لك المستوى اللي المفروض طالب في أمريكا يكون واصل له، مش الامريكان بتاع مصر التعبان شويه، لا يعني مثلا let's say انا لو student عايش في the United States وانا في grade 11 to 12، ايه اللي المفروض ابقى عارفه؟ reading skills و comprehension. طيب انا لو جبت طالب مصري وحطيته على السكيل ده، رايكم هيبقى من grade كام to grade كام؟ ايه رايك مثلا يا عمر يا سكري؟ هيبقى grade كام؟ هيكون جريد 2. يعني مش للدرجه دي. طيب ايه رأيك يا مازن مثلا؟ اكتر من 2 هيبقى جريد كام مثلا؟ ايه رأيك يا يارا فور اكزامبل، يبقى جريد كام؟ لا يا شباب بليز بليز، هو انا مش لازم يعني يكون ان هو يكون يعني امريكي او انجليزي عشان يكون ان هو يكون شاطر وكده، فممكن يعني على حسب الطالب المصري ممكن يكون مثلا الريدنج سكيلز والحاجات بتاعته ان هو يعني جوه كويس ممكن يجيب درجة كويسة او حاجة احسن من كده، ده رأيي يعني، حلوة مش أوي صح حاجة طبعا، يعني معينة يعني. لا لا هي دي يعني في حقيقة. انا اعرف ناس مثلا مصريين ما شاء الله ما شاء الله يعني الانجليش بتاعهم كويس جدا يعني ما شاء الله يعني. بالظبط، هي دي إجابة بيرفكت صح يا يارا. At the end of the day it depends على ال level of the student. يعني by the way أنت بتتكلم سبحان الله في students أنت بتلاقي ما شاء الله الإنجليش بتاعهم كتر ما هو قوي، بتتكلم في 11 and 12 من أول ما نبدأ. however ال average يا جماعة بتاع الطالب المصري العادي اللي هو يعني جاي من national for example أو كده، بيبدأ من أول grade 3 لحد grade 7، تمام؟ يعني بيبقى في الرينج ده اللي هو 3 4 5 6 7. طيب طبعا ده لا يمنع إن في طلبة 11 to 12، وفي طلبة بدون مبالغة وربنا يا رب إن شاء الله ييسر الأمر للجميع، بس بيبدأوا في 1 and 2 ويبدأوا يزيد. طيب أنا هطلب منك أنت لازم في reading يبقى عندك مسؤولية. يعني ايه؟ انا عايزك تفتح ريد وركس ده وجيب مثلا باسج ليفل 6، تعال نجيب مع بعض باسج 6 مثلا ليفل 6، هو هتلاقيه بيعمل لك سيرشنج ويطلع لك احنا مش محتاجين اي حاجه تانيه، كويس؟ المفروض ان هو يطلع لك
مسج مثلا، بس احنا اوكي هو مش هيبان غير لما نعمل لوجن اصلا. ثانية واحدة، لما يا جماعة تيجوا تعملوا اكونت اعملوه بس parent، ما تعملوش student، عشان student بيقول لك لازم تربطه باكونت. المهم انا جبت اهو مثلا grade 6، عايزك تجيب هو دي كلها لو واخد بالك passives، تمام؟ الحمد لله passives. فعايزك تفتح passage منهم وجرب اقراه، شوف انت بالنسبة لك الانجليش بتاعه كده سهل ولا صعب، تمام؟ طيب بعد ما I'm gonna read it هبص يعني لو انا لقيته سهل بدل 6 هجيب 7، لو لقيت 7 سهل هقوم جايب 8، هقعد اعلى لحد ما اقابل ليفل انا فعلا مش فاهم at least 50% من اللي بقراه، تمام؟ لما توصل انك نص الباسج على الاقل انت مش فاهمه، يبقى اقف عند الليفل ده، ده الليفل اللي هقف عنده واقعد اريد فيه لحد ما ابقى خلاص الحمد لله وصلت اللي بدور عليه. طيب افرض انا لقيت grade 6 بالنسبه لي صعب، خلاص اهو مثلا نختار ليفل 5، هكنسل 6 بس دوس عليه مرتين عشان تتشال، تمام؟ دوس على ليفل 5 وافتح دلوقتي مثلا باسج 5 مثلا، طبعا بوك ستادي مش مشكله، طبعا نفتحه كده يعني يخرب بيت التوبيك اللي فتحته، بس ما علينا يعني انواع اليهوديه ملناش دعوه يعني. غزه فور ايفر يا جدعان يعني وات ايفر يعني. تعال نفتح مثلا other topic. You're just gonna simply read the passage. وافتر ريدنج ات اسال نفسك هل الليفل ده بالنسبه لي كان صعب ولا سهل؟ ابقى صريح مع نفسك يعني. طبعا الاسيستنتس احنا انا I'm dedicating to assistants انهم يساعدوكوا في الموضوع ده، انس وحمزه ان شاء الله هيساعدوك في الموضوع ده. لكن at the end of the day انت اللي هتبقى honest مع نفسك، هل انت فعلا شايف الليفل ده مناسب ليك ولا لا. فاول حاجه احنا هنعملها اللي هو الجنرال ريدنج، هيبقى كله من ويب سايت ريد وركس ده عن اذنكم نعمل فيه اكونت. وحابب انك تختار لي 3 articles كل حصه، سواء writing او reading اي حصه ناخدها. مهمتك انك تخش على ريد وركس وتختار لي 3 لينكس، اختار لي 3 لينكس من دول وتكتب لي جنبهم الجريد. يعني مثلا لو انت جبت ذا وايلد روبوت اكتب لي ذا وايلد روبوت جريد 5 مثلا. طيب حاول برضو انك وانت بتختار الارتكلز بليز حاول تعلى سنه، يعني لو انت مثلا تختار واحد 5 اختار لي واحد 6 معاه، اتنين 5 وواحد 6، يعني دايما خد حاجه اعلى من الليفل بتاعك سنه. عارف زي مين بالظبط؟ زي اللي بيشيل اوزان في الجيم، لو هو بيشيل كله مثلا 15 فور اكزامبل، اخر كام عده معلش اضغط على نفسك خد 20، فاهمين الفكره؟ زود ستيب. الموضوع هياخد شويه وقت بس ده از هوب بينيفيشال جدا. طيب انا عايز اسرع البروجرس والبروسيس، عايز امشي اسرع، اعمل ايه؟ خلاص يعني انت زودها لوحدك in your free time، تمام؟ والموضوع السيمبل يا جماعه، يعني خد بريك من يومك. انا كنت بعمل حاجه، كنت بشتغل على ريدنج امتى؟ وانا رايح المدرسه، يعني زمان وانا طالب كنت وانا رايح المدرسه بمسك مثلا الفون واقعد اقرا عليه حاجه، فاهمين الفكره؟ فانت بس حط الارتكلز على الايباد او على الموبايل حتى او اي حاجه واقراه وانت ماشي، فاهمين الفكره؟ مجرد بس ان عينك تبقى اكسبوزد كتير للكويستشنز وتبقى اكسبوزد كتير للتاسكس، تمام؟ فده كده بالنسبه للجنرال ريدنج. عايزك تشتغل بليز من ريد وركس، خد لي كل حصه 3 ارتكلز. طيب ريد وركس فيه اصلا ميزه جميله جدا دي هنستخدمها بعدين مش دلوقتي، ايه هي؟ ان انت بعدين واحنا بنحل reading passages هتلاقي ان احنا دايما بنقسمها لستوري passages وساينس وسوشيال ستاديز وكده. فبعدين لو انت لقيت واحنا بنحل ان عندك مشكله في السوشيال ستاديز مثلا، والله ممكن تختار ان التوبيك يبقى سوشيال ستاديز بس، تمام؟ ويا سلام لو انت عندك مشكله في الهيستوري تختار انك هتحل هيستوري بس، تقرا هيستوري passages بس. فموضوع ريد وركس ده لا يستغنى عنه يا جماعه، الفيرست تول لا يستغنى عنه. لو انت مش بتخش كل يوم يومين بالكتير على ريد وركس يبقى اعرف انك مش مدي الريدنج حق، تمام؟ طيب ده كده بالنسبه لموضوع ريد وركس. حد عنده اي اسئله فيه؟ يبقى فهمنا هنعمل ايه كل حصه، هنخش نختار 3 passages من ريد وركس نشتغل عليه نقراهم بس، مش لازم تحل الاسئله لكن نقراهم بس. طيب مين اللي هيحدد الليفل؟ انت حضرتك اللي هتحدد الليفل، تمام؟ حضرتك اللي هتحدد الليفل بتاعي. Do you have any questions for read works؟ مستر، هو احنا كل يوم هنقرأ passage ولا كل حصة هنقرأ 3 passages ولا هي في الآخر؟ بصي هو كل حصة هنقرا 3 passages، كل حصة هنقرا 3 passages،
طيب انا عايز ازود من عندي، زود يعني كل ما تزود هيبقى فيه احسن، بس طبعا يعني ايه، خير العمل ادومها وان قل. يعني المهم عندي يا خديجه ان يبقى فيه كونسيستنسي، تمام، ان انا شغال كده يعني طول الوقت. ان امكن عامل الاكونت ازاي يا مستر؟ ماشي. عادي خالص هنخش، بص هو في زي اي ويب سايت انت هتخش عادي، يعني لو انا عملت لوج اوت مثلا انت هتخش عادي خالص وتعمل لوجن. لما تدوس على لوجن يا اما مثلا هتختار، بس اهم حاجه وانت بتعمل لوجن شباب اختار دايما educator او parent، ما تختارش student account. student account ده لازم اربطه انا بالاكونت بتاعي، ومش هيوريك غير الباسورد اللي انا جايبها لك، فاهمين الفكره؟ فلا يعني اعمل teacher account او educator parent واعمل sign up عادي خالص، هيخليك تمشي في البروسيس، امشي فيها ولو في اي سؤال ابقى ابعت لي عادي، تمام؟ فده يا جماعه اول حاجه اللي هو read works. حد عنده اي سؤال؟ read works. طيب يبقى ده first يا step. مستر، ايوه طب دلوقتي لو مثلا انا دلوقتي قريت حاجه مثلا في ليفل 6، دلوقتي لما انا اجي احل هنا في الحصه احل ليفل كام؟ لا احنا في الحصة هنحل، يعني بص هنثبت ليفلز مع بعض بنحل بيها عادي، طبعا هتبقى اعلى من شوية ليفلز بس عشان لازم نلتزم بالحاجات اللي بتيجي في الامتحان، فاهم قصدي؟ بس ما تقلقش، احنا الاول هنبدأ بحاجات اللي هي بتاعت كان اكاديمي. كان اكاديمي الليفل بتاعه عامة متوسط، يعني مش سهل ومش صعب، فاهم الفكرة؟ يعني انت الهدف بتاعك هيبقى انك تحاول توصل للي بنعمله في السيشن. ماشي اوكي مستر، شكرا. العفو يا حبيبي. طيب فده كده اول حاجه، يبقى احنا كده خلصنا الفيرست ايتم اللي هو الجنرال ريدنج. طيب لما اجي ده خلصناه خلاص، لما اجي اشتغل على previous reading exam passages او solving the previous exams، انا عايزك الاول يعني تبدا بخان اكاديمي، تمام؟ فتعالوا اوريكم كان اكاديمي، هبعت لكم طبعا كل الريسورسز دي، يعني هبعتها لكم يعني. فتعالوا نبدا بكان اكاديمي مثلا في الريدنج، أوريكو هو متقسم إزاي. هو متقسم تقسيمة حلوة، لو إحنا جبنا مثلا page 1 عادي خالص فيه، فهنلاقي إن هو متقسم أولا بالtopics، يعني مثلا جايب لك passages عن الساينس بس، جايب لك passages عن السوشيال ستاديز اللي هي social science يعني بس، وجايب لك history، وآخر حاجة literature. دي تقسيمة الامتحان، يعني الامتحان هو بيبقى متقسم للأربع حاجات دول: science, social studies, literature اللي هو story يعني، و history. دول الأربع main topics. هتلاقي بقى إن هو في كل ليفل عامل لك إيه؟ مقسمهم لك by levels، يعني literature مثلا أو stories يعني مقسمها level 2 passage سهلة شوية، سواء كصعوبة ال passage أو كده، level 3 حاجات أصعب شوية، و level 4 اللي هو أعلى level، سواء كأسئلة أو كال passage نفسها. تمام، هو عامل كده في كل الايه، في كل الـ الحاجات. فانت وانت بتحل الهدف بتاعك انك انت سواء هتقعد تقرا لوحدك passages فاتت او هتحل معانا هنا، احنا هنبدأ بدول. تمام، طيب مستر معلش، والpreparation للامتحان لما انقلك للادفانسد ان شاء الله هنبقى نحل امتحانات بيور، لكن بالنسبه بس اللي بنعمله دلوقتي في البيزكس لسه اشتغل كده. طب مستر انا مستعجل، يا جماعه بليز ما حدش يستعجل في الريدنج، انا يعني ما ينفعش اقول الكلام ده كتير، الله يكرمك، مش هشد التاني، لازم تمشي ستيب باي ستيب في الريدنج عشان الاستعجال فيه وحش، الاستعجال فيه بينقصك يعني بيجي عليك بيضرك حرفيا، ده مش زي الرايتنج. الرايتنج انت لو عايز اقعد معاك شهر الم لك الدنيا كلها في شهر ده اقدر، لكن ريدنج مش كده، ريدنج مش lessons، ريدنج strategies. تمام، فسواء هتقعد تقرا previous reading passages اقراها من كان اكاديمي، سواء هتقعد تحل حل من كان اكاديمي. تمام، طيب ده كده بالنسبه لايه، لموضوع هنشتغل في ايه في الـ في ال session. تمام، يبقى سواء previous exams او سواء solving previous exams نقراهم او نحلهم هنشتغل على كده. واحنا شغالين في كان اكاديمي هبدا بقى اقول لك ايه different approaches في الريدنج، وهنقعد يعني كل مره يا جماعه هنقعد نعملهم مع بعض، فاهمين الفكره؟ يعني هقول لك المره دي كلنا كل الطلبه اللي معانا في الميتنج هنحل بالطريقه دي، المره الجايه كلنا هنجرب الطريقه دي. ليه؟ عشان تشوف انت نفسك تجرب كل الاستراتيجيز بتاعت الحل
وتشوف ايه اللي ماشي معاك وايه اللي مش ماشي معاك. تمام. طيب ده كده بالنسبة للباسيفز. طيب هنيجي بقى الأهم أو أكتر إيلمنت بتسأل عليه دايما، وهو الفوكاب. يعني هنعمل إيه في الفوكابلري؟ طيب بالنسبة للفوكابلري، طبعا مفيش سورس واحد، الامتحان ما بيطلعش منه للأسف، ودي للأسف كبيرة جدا. كانوا هيسهلوا عليا الدنيا قوي لو كان الامتحان ما بيطلعش من سورس واحد، لكن احنا مزنوقين في ال unfortunately موضوع open. ما اقدرش اوعدك على فكرة ان كلمات الفوكابلري اللي هتحفظها هتجيلك، دي كلمة طبعا محزنة لأي حد، بس دي الرياليتي. ما حدش يقدر يوعدك ان في question bank الامتحان ما بيطلعش منه. وبيني وبينك يعني اغلب الكلام اللي في teachers بيقولوه بتاع انه بص انت الاسئلة، هو بيقعد يجس كده ايه اللي الامتحان هيجي منه، لكن ما حدش يقدر يقول لك فوكاب الامتحان ما بيطلعش منه. ولو قال لك كده انا عايز اقول لك بيكذب عليك، يعني I'm sorry to say this، لكن دي الحقيقة، مفيش سورس امتحان ما بيطلعش منه. طب الموست كومن او الموست فريكوينت سور، يعني في ناس بتقول لك الموست كومن ووردز اللي بتيجي في الامتحان، مفيش يا جماعة، يعني ده بيبقى هو بيتكلم على جنرال ووردز من الانجلش لانجوج، فاهمين الفكرة؟ لكن محدش يقدر يضمن لك ان دي الووردز اللي هتيجي. اوكي؟ طيب ايه اللي انا اقدر اعمله عشان ازود الفوكاب بتاعي؟ اكتر سورس انا ممكن انصحك بيه هو السلسله دي من يعني دي perhaps اكتر series من البوكس بتبقى الليفل بتاعها يعني let's say ان هو متوسط، اللي هو 4000 essential English words. دي is made out of 6 books. تمام. من اول الليفل السهل خالص لحد الليفل التقيل، يعني الليفل اللي هو فعلا حد الانجليش لانجوج بتاعه قوي. هتعمل نفس اللي انت عملته في Read Works. الأول هنبدأ بwords تكون سهلة، يعني ممكن مثلا تجيب كتاب من النص ماشي، وشوف الwords اللي فيه هل بالنسبة لك سهلة ولا لا. يعني ده مثلا من الـ series دي book number 3، book سهل برضو. هتلاقي إن هو مثلا بيسألك على words زي for example blacksmith benefactor charitable chimney compensate، فهو بيجيب لك كل word يقول لك المينينج بتاعها واكزامبل عليها، and then بيجيب لك عليها زي passage paragraph passage صغير كده بنستخدم فيه الwords كلها. تمام. طيب فانت هتشوف هتعمل زي ما عملت في Readworks بالظبط، يعني I'm gonna forward the 6 books. انت هتشوف انهي ليفل من البوكس انت شايف ان الwords اللي فيه انت تعرفها. يعني افرض انا بصيت دلوقتي على ليفل 3، انت بتبص على الوردز اللي فيه حاسس ان الليفلز دي تافهه وانت عارف 90% من الوردز دي، خلاص يبقى خش على ليفل 4 فكك من 3. لقيت ان 4 نفس الكلام خش على ليفل 5. طبعا لو جيت على 3 لقيت انك مش فاهم الوردز هتعملي ايه يا ديميانا؟ هتنزلي ليفل، فاهمه الفكره؟ يعني هتنزل او تطلع اكوردنج لانت فاهم ولا مش فاهم. Is everything clear لحد دلوقتي يا جماعه؟ يارا do we have any questions؟ لا يا مستر، شكرا. تمام. طيب فاحنا هتعمل كده في الريدنج. طيب حاجه بقى مهمه قوي، انت في الريدنج في المدرسه بتذاكر ريدنج ازاي؟ بتحفظ الوردز صح؟ طيب هل انا واحد دلوقتي في جريد 10 او 11 او 12، والمفروض ان انا هعدي على كميه وردز مش طبيعيه، does it make sense ان انا اقعد احفظ كل كلمه، ولا انا عايزك تقراها مره، يعني اقراها بس وافهم المينينج بتاعها؟ الريدنج الفوكاب يا جماعة ما تقعدش تحفظ، بليز اقرا الجملة اقرا الكلمة افهم المينينج بتاعها، يعني كأنك قراية جورنان زي ما بيقول. تمام. كأنك بتقرا ستوري. يعني ليه انت ما ينفعش تقعد تحفظ one word at a time؟ اقرا وافهم المينينج بتاع الورد، فهمت روح للكلمة اللي بعدها، فاهمين الفكرة؟ اعمل البروسيس دي several times عشان تعدي على اكبر number of words possible في اقل وقت من time possible، فاهمين الفكرة؟ يعني ده المين جول بتاعنا يا جماعة. طيب هو مع كله سامعني كده كويس؟ مع كله سامعني؟ تمام. اي يا مستر، عشان تمام. معايا 1 second.
طيب as I was saying انت الهدف بتاعك هيبقى انك تمشي على الوردز، مجرد تمشي تفهم الميننج بتاع الوردز، ما تقعدش تحاول انك تحشر الوردز in your brain، لان خلي بالك هو في الاكزام اصلا لما بيسالك على اللي حل منكو reading قبل كده، هو لما بيجي في الاكزام يسالني على a certain word بيقول لي in this context، في الكلام اللي موجود ده what does it mean، فاهمين الفكره؟ فانت لازم تمشي على الفوكابلري، كل ده طبعا هيبقى فيه follow up ليه، يعني هيبقى في حد بيتابع معاك انت وصلت فين وكده، بس لازم يعتمد برضو ان يبقى عندك امانه enough انك تشتغل على الحاجات دي. تمام، طيب ممكن ده what is supposed to happen in the vocab part يعني. رقية do you have any question about this؟ انا كنت سألتيني عليه قبل كده. على ايه؟ رقية محمد ايوه ما على حصل. حتة يا رهيب على الفوكاب، على الفوكاب ما انا هو ده. ما انا انا عايزه اعرف بقى، يعني انا عندي مشكله بقى، انا عايزه اعرف ازاي يعني كده بقى اطور من الفوكاب بتاعي، عشان انا زي ما حضرتك اكيد عارف ان انا كنت فرنش بقى وكده، الموضوع صعب شويه. اللي انا كنت بشرحه يا رقية يعني this is ايوه how انا عارف ان انا اريدنج وكده، بس يعني عاوز اعمل حاجه ازيد، فاهم؟ اللي هو عشان يعني انا عندي شويه الفوكاب اقل من الناس الانجليش اكتر، فاهم؟ بص لو اشتغلتي بالسيريس دي انا اوعدك انه you will notice dramatic improvement. تمام، improvement كبيرة جدا. طبعا ممكن اسال. طب انا دلوقتي تمام، حاضر. يعني اكيد هيجيلي في الامتحان حاجات معرفهاش، المفروض اعرفها ازاي في الامتحان ده؟ ايه؟ لا ايه او الكويستشن عموما تاني؟ وانا بحل مش لازم في امتحان يعني. لا تاني معلش I'm sorry. يعني انا ماشي هعمل كده تمام، بس قصدي انا لو جاتلي words انا مش عارفاها، افوك يعني انا مش عارفاه، هجلس المعنى ازاي او هعمل ايه؟ بص يعني لو قصدك جوه الاكزام نفسه فدي حاجه that we will discuss later، لان في طرق ممكن استخدمها، بس يعني unfortunately الفوكاب بيعتمد بجزء كبير على experience، فاحنا هنتعلم how to guess in certain parts of the exam the meaning of words within the context حسب السياق، يعني افهم الجمله من context clues. بس هبقى صريح معاكي في writing section مثلا في question بيقول لي four words واختار الفوكاب فيهم، ساعتها ايه اللي هيسعفني؟ ان انا عارف الكلمه دي قبل كده ولا لا، فاهم قصدي؟ تمام. فto be honest in certain contexts in certain contexts لا. هحاول يا دميانة فعلا ان انا اربط الكلاس من عينيا، بس هي الفكره ان احنا هنبقى different levels، ف يعني I'm gonna try to organize it with the assistance يعني. تمام، I'm gonna try to organize it with the assistance من هنا. طيب طيب فده مثلا على حسب اللي ممكن نعمله في الفوكاب او كده ك general approach عشان نفهم يعني ال principles او ايه المطلوب مننا نعمله او كده. طيب ماشي، حد عايز يسأل على أي questions في الكلام اللي شرحناه لحد دلوقتي، التقسيمة اللي قلناها؟ حد مش فاهم إيه اللي هيبقى مطلوب منه؟ طيب تعالوا، إحنا عايزين نعمل
بقية السيشن النهاردة هيكون الـ purpose منها كده، احنا قلنا ايه الـ general instructions. بقية السيشن النهاردة إن شاء الله هتكون عبارة عن diagnostic test، تمام؟ هنعمل يعني هنعمل زي حاجة كده نحاول نقيس بيها الـ level بتاع الـ students اللي هو انتوا يعني. أحمد مايك، do you have a question؟ شحاتة، do you have a question؟ تمام. طيب احنا we're gonna have a diagnostic test right now. اللي مطلوب منك بس انك هتقرا الباسج اللي انا هبعته لك وتقولي ايه رأيك فيه. هل بالنسبة لك it's يعني اديله rating out of 10؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هو المفروض يا جماعة كده كله اتبعت له الباسج ده اللي هو let's play some kickball. ف I'm gonna give you time to read it now. I'm gonna give you time to read it now. بس هطلب منكم المشن اللي مطلوبة منكم ايه؟ ان بعد ما تقرأ ضمن الاسسمنت بليز ناخد بالنا انه بعد ما تقرأ عايزك تبعت لي on a scale of 1 to 10 كان ايه رأيك فيه؟ was it easy was it difficult؟ 1 being very hard و10 being very easy. يعني كل ما تديه درجة أعلى من 10 معناها إن هو بالنسبة لك أسهل. فاهمني الفكرة؟ كل ما تديه سكور أعلى معناها إن هو بالنسبة لك أسهل. يعني لو أنت شايفه سهل قوي اديه 10 out of 10. لو انت حاسس اللانجوج فيه صعب شوية اديه 5. لو انت شايفه صعب قوي مش فاهم حاجة اديه 1 او 2. فاهمين الفكرة؟ حد مش فاهم الانستراكشنز؟ يعني هنقرا الباسج اللي انا لسه بعته ده وبعد ما نقراه هندي اسكور اوت اوف 10 ليه من حيث الصعوبة في القراية. بس كايندلي ابعته لي على الواتساب، تمام؟ ابعت لي سكور على برايفت على الواتساب، يعني في رسالة لي انا لوحدي. واول ما تخلص قرايته كايندلي ريز يور هاند، تمام يا شباب؟ ممكن ندي مثلا 10 minutes for this task. لا بس لو حد حب يطول هنستناه. خالص حد هنا مش فاهم instructions؟ إيمان الدنيا تمام؟ لوجين، مريم، أحمد كله فاهم instructions كويس؟ تمام. تمام يلا بينا يا شباب. 3 2 1 begin. هظبط لكم التايمر اهو 12 minutes. بس لو حد حاب يطول مش مشكلة، هندي additional time، مش exam يعني، ما تخافوش. فالتايمر اهو begin يا شباب. 3 2 1 go.
تمام كويس. حلو جدا. طيب الناس اللي خلصت هبعت لها بير باسج تاني تقراه. الناس اللي ما خلصتش عادي يا جماعة، زي ما انتم مفيش أي مشكلة، خدوا راحتكم خالص. طيب ماشي، يبعت حاجة بس يكتب جنبها ليفل 1 ليفل 2، يعني يكتب بس عشان ما تلخبطش الليفلز لما اخد بصة بعدين عليه. اوكي نكتب ليفل ايه ما سمعتش؟ يعني يكتبوا كده passage 1، معلش يبعت بس رسالة يكتب جنبها اللي شايف انه 10 out of 10 ده passage 1، عشان هنبعت كذا passage. طيب اللي done يا جماعة kindly solve this. سلام. اللي done kindly solve this passage. اللي أنا هبعته مش solve it and just read it. Read this passage with the same thing. Just give it a score out of 10. فكايندلي يا جماعة اللي خلص ال first passage يخش على التاني اللي أنا لسه بعته دلوقتي. أوكي هو ده diagnostic، فلما حد يبعت لي إنه لا ده سهل قوي أنا بنبسط بصراحة، معناه إنه level كويس الحمد لله. however إحنا مش يعني ده مش judgment يا جماعة، ده عشان بس يعني أنا عايز كل حد منكم حتى يبعت لي privately عشان يبقى عندي فكرة لما مثلا أكتب اسمه عندي في الشات يطلع لي level بتاعه كام بالظبط، فاهمين الفكرة؟ فاللي خلص كايندلي يبدأ في التاني اللي أنا بعته دلوقتي ويبعت score لما يخلصوا بعده. يعني يا شباب اللي خلص ال first passage يخش على التاني اللي أنا لسه بعته. منا ال scoring يعني بصي، لو كل ما تدي score أعلى معناه إنه أسهل، تمام؟ كل ما تدي score أقل معناه إنه أصعب. أوكي جماعة تاني، the higher the score the less the difficult. تمام كويس. طيب ماشي second one، اللي خلص the second one kindly move on to this one اللي هبعته دلوقتي. يا جماعة لا بص يا يوسف، بليز ابقى اكتب لي جنبه ده انهي رقم عشان ما تلخبطش. تمام يا جماعة، يعني اللي يبعت يقول لي مثلا passage 2 جبت كذا، passage 3 شفت الديفيكولتي كذا out of 10،
فاهمين الفكرة؟ تمام. طيب ده passage 3 للي حابب. اللي خلص 2 يبدأ في 3. يلا يا شباب. مش مشكلة يعني، لو مش difficult بس طويل دي حاجة كويس يعني. هو الفكرة بس أنا أهم حاجة بالنسبة لي difficulty. رقية بليز اكتبي جنبه ال number، يعني passage 2 قصدك 9 out of 10. مريم كايندلي بعتيلي على الواتساب عشان يبقى عندي حاجة، أصل أول ما أقفل الميتينج هيمشي، أوكي؟ فكايندلي بعتيلي على الواتساب يا مريم. بعتيلي أنت لسه بعتيها ده على الواتساب. طيب شباب، اللي done with the third passage، لأنه في ناس already done with the third one، kindly اقروا لي ده اللي هبعته دلوقتي. اللي done with the third يبدأ في الفورث. تمام، اللي done with the third يبدأ في الفورث. يلا يا شباب.
جماعة بس عشان ما تخضش، عشان ما تخضش، انت كل ما تكتب سكور اعلى معناه انك عملت احسن، تمام؟ عشان ما حدش بيكتب لي 7 اوت اوف 10 و 8 اوت اوف 10 وهو قصده انه صعب، تمام؟ سكور اعلى يعني 100 100، سكور اقل يعني وحش. حد مش فاهم الموضوع ده بليز؟ ما فيش مشكلة يا رانيا، لو ده بالنسبة لك كده اوكي، ما فيش مشاكل. لا 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 لا، استني استني، ما تطلعيش يا جماعة، ما حدش يطلع اوكي. اللي هيقف عند ليفل معين يقف، عشان بس نقول الاناليسس. طيب طيب بصوا يا جماعة، مبدئيا أنا ما كنتش عايز طبعا أقول أناليسيس خالص عشان ما يأثرش على السكورز بتاعتكم. طيب أقول لكم حاجة، بلاش أقول أناليسيس فعلا دلوقتي، عشان بس إيه، ما حدش يغير النتيجة بتاعته، أو ما يبقاش بايظ يعني. بايظ مش بايظ، يخرب بيت كده بايظ يعني، يعني الواحد يكون متحيز لحاجة معينة، ده اسمه بايظ. تمام، طيب جماعة kindly نكمل لحد ما نجيب score 6 أو أقل، يعني نكمل حل لحد ما نجيب score 6 or less. تمام طيب هنخش يعني لحد 4 يا جماعة، يعني كله يحل عامة لحد 4 وبعدين ندسكاس توجذر. يبقى تاني نحل لحد 4 أو لحد ما نجيب 6 or less، لحد 4 أو لحد passage 4 يعني، أو لحد ما نجيب 6 or less. أوكي أيوة يا مازن، do you have a question؟ أنا لا تمام، بس تمام. اللي وصل يعني، بصوا
هقولكوا برضو الداتا عشان اللي حابب يطلع، بس كايند نحل لحد 4 anyways. تمام، هقولكوا الداتا اللي عايز يطلع، بس كايند نحل لحد 4. بس هو احنا مش بنقرا، بس نحل ايه؟ مين عاوزني بس لحد 4؟ ماشي. يعني تلاقي لو يا نهار ابيض، هو كان في حل؟ بالظبط كده. لو ايه ده؟ لا لا، هو ايه بس؟ تمام. بص، passage 1 ال level بتاعه كان grade 6، passage 2 ال level بتاعه grade 8، passage 3 ال level بتاعه 9 to 10، و passage 4 ال level بتاعه 11 to 12. تمام، لان احنا 9 10 بنحطهم جروب مع بعض، 11 12 بنحطهم جروب مع بعض. طب ما لحقتش فانت اقرا كده، فور. لا لا مش مشكله، يعني كملوا قرايه عادي خالص، اللي واقف في حاجه ويشوف وصل لفين. لما يعني شوف الليفل اللي انت بدات تجيب فيه اقل من 7، لحد 7 ده acceptable. تمام، لو انت في ليفل جبت فيه اقل من 7 يبقى اقف عند الليفل ده. يعني لو حد جه عند ليفل 3 وحس انه less than 7، less than 7، يبقى خلاص يقف عند ده، يعرف ان لما يجي يحط ال read works هيخليه في 9 to 10. طيب، حد هيقول لي مستر طب ثانية، لان انا ده شفتها في الانسرز، ممكن اكون جبت سكور اقل من في passage 1 من passage 2. ساعات بيبقى عادي لو التوبيك غلس، لو حاجة زي كده ساعات بتحصل. It's not a problem، احنا بس بنحب نعرف انت وقفت فين. يعني مثلا لو انت مثلا جبت، لو passage 4 هو بالنسبة لك كان صعب، يبقى خلاص انت read works هتشتغل على level 9 to 10 الفترة دي. طيب لو انا وقفت عند passage 2، ده بالنسبة لي بعده الدنيا كانت صعبة، خلاص يبقى هخليني في level 8 دلوقتي، grade 8. فاهمين الفكرة؟ لو وقفت عند passage 1، في كذا حد وقف عند passage 1، يبقى خلاص انا grade 6 واخري اروح grade 7. فاهمين الفكرة؟ طيب، في كام حد in a really really nice surprise وصلوا لحد passage، لحد ليفل 4 وهما مش حاسين ان في اي مشكله؟ خلاص، يبقى انت لما تيجي تقرا كله هتخليه 11 to 12. فاهمين الفكره؟ حد مش فاهم يا جماعه البوينتس اللي بقولها؟ طيب، لو انت وقفت عند ليفل معين، معلش ابعت لي رساله انا ما عرفتش احل بعد ليفل 3 مثلا. فاهمين الفكره؟ طيب، الناس اللي وصلت ل 11 12، بليز تركز معايا ثانية. انتوا هتعملوا ايه؟ في ريد وركس هتقروا 11 to 12، بس انا I encourage you to start solving passages برضه. يعني اللي وصلوا ل 11 to 12 ده معناه انك انت يا باشا لو حبيت تبدأ تحل passages it's gonna be easy ان شاء الله. It's not gonna be difficult for you. ف therefore move in that direction. ابدأ حل. طيب، انا وصلت اي حاجه قبل باسج 4؟ معلش ما تقلقش، مش هتقعد كتير، بس لازم الاول تحسن شويه صغيرين في البراكتس بتاع الريدنج قبل ما تبدا. فاهمين الفكره؟ مش مشكله، السبيد از نوت امبورتنت دلوقتي يا جماعه، سبيد از نوت امبورتنت فور ناو. اهم بالنسبه لي انك تقرا، تحب انك تقرا كويس اهم. تمام؟ طيب، احنا ممكن نوقف الميتنج هنا، بس يا جماعه بليز، انا مش معنى اني قفلت الميتنج ان اللي ما وصلش الفور ما يحلش، انت عليك تخلص لحد فور. ما ينفعش النهارده يخلص من غير ما كله يبعت لي الليفل اللي واقف عنده، الليفل اللي عنده صعوبه. يعني لو انت قريت 3 ما عندكش صعوبه، كمل فور وبعدين وقف. تمام، بس اهم حاجه بالنسبه لي تعرف الليفل اللي انت هتقف عنده، ده الليفل اللي انت هتقراه في ريد ووردز. حد مش فاهم الموضوع ده؟ افرض حد لانه بعد ليفل 2 مثلا هو مش قادر يقرا، يبقى في ريد وركس هيبدا بجريد 8. تمام، حد مش فاهم؟ كله كويس، كله فاهم كويس. طيب، خلونا نستوب هير فور ناو. ان شاء الله باي تومورو كل البوكس اللي قلنا عليها هتبقى ابلودد، كايندلي نبدا نشتغل بيهم في البروجرام within 2 days maximum. هخلي الاسيستنتس يخشوا معاكم على الجروبس ونبدأ إن إحنا نشتغل مع كل واحد لوحده بقى. تمام؟ بس until then, do we have any questions?
طيب هي مع المصدر بتاع الفوكابلري حضرتك هتبعته على الجروب؟ اه هرفعهم بس على جوجل درايف وابعت لكم اللينك بتاع الدرايف. تمام. تمام. طيب زي ما انتوا خدتوا بالكم يمكن السيشن ما عدناش نحل فيها حل، بس اي هوب يعني بتوفيق ربنا عز وجل ان نكون حطينا فيها اتليست البيلدينج بلوكس، او يعني الحاجات اللي هنبني عليها الريست اوف ذا سيشنز ان شاء الله. فاتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا بيها، and I'll see you next time ان شاء الله. Until then أشوفكم على خير يا شباب.